قد ترجم الى هدف. فريق اسطو دايو تراجع كثيرا. ربع ساعه كانت تكمل لفريق اسطو دايو للهجوم على فريق النادي البركانية. سلكات كما كنقولوا. او الان النادي البركانية ركنية سلمان ولد الحاج. يضيع فرصه اخرى تضيع لفريق النادي البركانية. سلمان الحاج اللي ما استغلش هذه الكره هذه الطائشه من اللي رجعها الحارس، لكن رجعهاش بما يكفي. طاب في ارجل اللاعب سلمان ولد الحاج، لكن الكره مرت فوق العالي الحارس الجمهوري. هجوم الان لفريق اسطو دايو. الدقيقه الاخيره، محاولات اخيره. ونتمنى اننا نسجل الهدف الثاني والثالث، علاش لا؟ لانه مباراه في المتناول، يجب فقط تسجيل الهدف الان، هدف التعادل ان شاء الله. الكره الان بكر الهلالي ينتظر. بكر الهلالي اللاعب امين الكاس اللي كيتواجد في التغطية. عمر النمساوي، كرة مزيان عمر النمساوي. الان الكون النمساوي كيمرر. عزيز جول، عزيز محمد كابتن ديكيب كيمارك التعادل 1-1 الدقيقة 90، وفريق النهضة البركانية كيسجل هدف التعادل. الحمد لله الفريق والمجهودات ما مشاتش في الخوار الخاوي. الحمد لله هدف التعادل 1-1. وكنشكروا حارس يونس كرابينا اللي اكد لي على ان الكره ستكون في شباك الحارس الكونغولي. 1-1 دقيقه 90، ونستناو الان فريق الحكم الرابع باش يعلن على الوقت بدل الضائع. اذا 1-1 بفائده فريق النداء البركانية. محمد عزيز ينقذ فريق النداء البركانية في الدقيقه الاخيره. عمر النمساوي كيشير الاصبع ديالو وكيقول لك بانه هو حاضر باش انه هو اللي مرر هذه الكره للعميد محمد عزيز. وبالتالي 1-1 كنستناو الوقت بدل الضائع. اذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.